فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وصلنا إلى الحديث، انتهينا من الحديث الأول. الحديث الثاني، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني هو شيخ الأصحاب الكتب الستة، وقلنا الميزة أنه ليس في الكتب الستة أحد اسمه قتيبة بن سعيد إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. حدثنا ليس بن سعد مفخرة المصريين، الفقيه المحدث الجواد الكريم، من أوسق الناس في الزهري. قال عن ابن شهاب: وأمير المؤمنين الزهري هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. عن عروة بن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة، وهو كان تقيا نقيا عالما فقيها محدثا. قال عنه هشام: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقيم الليل. عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي سيدة نساء العالمين، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قالت: أقول إخوتي الكرام، عائشة قالت بأنها، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله إن ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عاهد إلي به أنه ابنه، انظر إلى شبهه، يعني هو يشبهه، قال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله فوجد الشبه بعتبة، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سيد. حديث الحديث هذا فيه مسائل كثيرة. المسألة الأولى، وفيها يعني كانوا في الجاهلية يسأل. الحمد لله رضي الله عنك. اعتذر بس، والنت هيبقى ضعيف معنا، وفي شتاء قوي فسامحونا. أقول إخوتي الكرام، فسعد كانوا يسرحون الإماء ويؤجرون فروجهن، ولذلك قال الله تعالى: ولا تكلوا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فعتبة بن أبي وقاص أوصى بالولد لسعد بن أبي وقاص، وكان له شبها، أو كان شبه عظيما بينه وبين عتبة. فلما جاء هنا سعد بن أبي وقاص على ما كان من أهل الجاهلية، فقال: أخي، أوصى به أخي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فوجد شبهه بعتبة، مع أن عبد بن زمعة قال: هو أخي، ولد على فراش أبي، فقال: هو لك. هذه في مسائل. المسألة الأولى في هذا الباب: تقديم البينة على القرائن، تقديم البينة على القرائن. وجدت القرائن، والقرائن موجودة على وجود الشبه بين الولد وبين عتبة بن أبي وقاص، وزعم سعد بن أبي وقاص باعتراف عتبة يعني يثبت قرينة قوية على أنه ابنه. لكن الأصل أن البينة تقدم على كل قرينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المنكر. وهنا أتت البينة، قال: هو أخي من أبي، ولد على فراش أبي. قال: نعم، الولد الفراش وعلى العاهر الحجر. فقدم البينة وهي الولد للفراش على القرينة وهي قرينة الشبه، لكنه قال لسودة: احتجب عنه تورعا ليس حكما، تورعا ليس حكما. أما المالكية خلاف الجمهور، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقرينتين، حكم بالولد على الفراش، وحكم أيضا بالشبه، لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب عنه. حقيقة الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب عنه، ليس حكما، ولكنه على التورع. وأما البينة تقدم، فإن الحديث ظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقال هلال بن أمية: رأيت فلانا معها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروها، حياكم الله معاذ وبياكم، قال: انظروها، إن أتت به خدلش الساقين أدعش العينين، إلى آخر الوصف، فأتت به على الوصف المزموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن. فأعمل البينة فوق القرينة، أعمل البينة فوق القرينة، والقرائن لا يعمل بها
إلا مع فقدان البينة. والبينة هنا كتاب الله جل في علاه، أنه قال أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. لذلك حكم به لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد حكم به لعبد بن زمعة دون سعد بن أبي وقاص، مع وجود الشبه بينه وبين عتبة، لكن كما قلت البينة تقدم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم القرينة ما هي إلا إشارة. ولذلك يعني مسألة الحد في الزنا لا يتأتى بأنه يكشف بالدي ان ايه، ولا ما اسمها هذه دي ان ايه، تعرف في ماليزيا برد، كل برد كل ايام الشتاء يرجع لي تاني يظهر، فبيقسم كل ظهري من ناحيتين. امين. في ماليزيا سنتين هنا. سيدنا نوبة، سيدنا رضوبة، رضوبة تخرج بالنوبة. موريتانيا اشحمت اي كدول او موريتانيا. ماشي جيد. نعم في الام هذه اصلا الدورات العلميه هناك بتعقد بكثرة. احمد كان معايا على طول في هذا الباب رضي الله عنكم. اذا اخوتي الكرام، هنا اعمل البينه دون القرينه، لكنه لم يغفل القرينه. لكن اقول القرائن لا تنزل منزله البينات الا مع عدم البينات، الا في الحدود. يعني لا يصح ان يقال حتى اصلا الحكم بانه الولد هذا هو ابنه بمجرد الكشف بالدي ان ايه، هذا ظلم مبين. ليس يقال هذا الباب، ولا حتى لو ما طلعش هو صلاة نقول ننفيه. يعني المسألة من الحدين. يعني لا يقال بانه انه انه لما يكشف ينسب الولد له، هذا ليست بينة حتى ينسب الولد له. يعني هذه احتمالية فقط. وايضا العكس ما يأتي بانه هو يكشف فيقول لا ده مش منك، وعلى فراشه فيقول مش مني. هو طبعا ينفي، ماشي ينفي، لكن حقيقة الأمر أن هذه القرينة ليست بينة، لكنها إذا تعاضدت بقرن أخرى يمكن أن تنزل منزلة البينة. لكن قال الإنسان احتجب عنه يا سودة حيطة بأبي هو وأمي فلم تره سودة. وهذه فيها المسألة الثالثة، وهي ورع أمهات المؤمنين، ورع أمهات المؤمنين. فانظر كيف سودة رضي الله عنها أرضاها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم احتجب عنه يا سودة، امتنعت عنه فلم تره قط حتى ماتت، لم تره قط حتى ماتت بأبي هو وأمي ورضي الله عن الجميع. حديث ثاني راه المصنف عن عبد الله بن عمرو بن على عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا محمد بن بشار بندار هو قرين لمن؟ قرين لمن يا أستاذ لقمان تعرف؟ المسلم موسى العنزي، وهما كان كما قال علماؤنا كان كفرسي رهان، الشيوخ وسند سنة الوفاة، يعني اشتركوا في أشياء كثيرة جدا. بندر نعم قال حدثنا غندر محمد جعفر هو أصح الناس كتابا فيه. شعبة قال حدثنا شعبة أمين المؤمنين في الحديث عن سعد عن أبي عن سعد بن أبي وقاص. لا ليس هو سعد من؟ انظروا سعد من هذا؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه عن لصهيب اتق الله ولا تدع ولا 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 تدعي لغير ابيك، اتق الله ولا تدعي لغير ابيك. صهيب طبعا يقول صهيب الرومي، هو اصلا ليس روميا، صهيب كان عربيا لكنه سرق من اهله سبوه. فقال اتق الله ولا تدع لغير ابيك. قال صهيب ما يسرني ان لي كذا وكذا واني قلت ذلك ولكني سرقت وانا صبي. طبعا اصلا الذي يدعي لغير وليه غير ابيه يدخل النسب على غير النسب، يدخل في هذا الباب ابواب الشرك، فهو باب من ابواب الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى حديث حكيم بن حزام وفيه مسائل كثيره إن شاء الله تأتي بإذن الله في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة قلنا نحن نرجئها إلى نهاية ختم
الباب لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.